ايه ده؟ بص ايه البند ده، حلو جدا. طب ما تقراه يا ابني. كيف تختفي في عالم الجن عن طريق الحزق؟ تعرف تحزق فخر؟ دي مفارقه؟ لا والله مش مفارقه ولا حاجه، هو مكتوب هنا اهو: اذا حزقت بضمير ففي خلال ثواني تكون قد اختفيت. تعرف تحزق؟ يا عم بعرف احزق بس انا ما عنديش امساك. مش الحزق بتاع الامساك، الحزق اللي هو كده ده. حلو، ما دام انت عارفه يبقى اعملها يلا. طب ما تجرب انت يا فخر. يا ابني انت اللي اكتشفت الموضوع، يعني انت المكتشف، يلا جربها. مش خطر يا فخر؟ لا مش خطر خالص، وحتى لو خطر محدش مات وهو بيحزق يا بابا. يلا حزقها حلوه بقى من بتوع سيكا. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد ولا سيد؟ افخر انا مش شايفك دلوقتي، انت اختفيت خالص. بجد انت مش شايفني؟ مش شايفك خالص والله يا سيد. طب خلاص بقى ارجع يلا. استنى اجرب. جامده قوي. ما تحورش. والله العظيم جامده جدا، ده انا شفت حاجات عمري ما شفتها في حياتي. بجد؟ لازم تجربها بنفسك. تمام. يا ابن الحزيقه، ده انت اختفيت في ثانيه ورجعت في ثانيه كمان. هي دي بقى مستر الرياضي لما يحزق. شفت بقى؟